السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن function أطلقتها مايكروسوفت في ضمن الـ Power FX functions، هي الـ Parse JSON function. للي ما يعرفش يعني ايه JSON، JSON بتستاند فور جافا سكريبت اوبجكت نوتيشن. الفانكشن اللي اسمها بارس جوسون هي بتعمل لي بارس لفاليد جوسون سترينج عندي وبترجع لي انتايبد اوبجكت. انتايبد اوبجكت يعني ده نوع من الداتا تايب في البار اف اكس عندي يقدر يشيل لي اي داتا ستراكشر، سواء كانت الداتا ستراكشر دي كومبلكس او سيمبلش، يعني يقدر يشيل بوليان، يقدر يشيل سترينج، يقدر يشيل اري، يقدر يشيل اي تايب عندي من الداتا، يعني اي داتا ستراكشر عندي يقدر يشيله الانتايبد اوبجكت. الفانكشن الوحيدة اللي بترجع الانتايبد اوبجكت هي البارس جوسون. البارس جوسون فانكشن في الباور ابس هي لسه في الاكسبيريمنتال فيتشر. معنى اكسبيريمنتال يعني تحت التجربة، يعني مايكروسوفت اطلقتها للناس ان هي تستها، لو في فيدباك هنرجع بيه لمايكروسوفت. تكون الاكسبيريمنتال فيتشر مش للبرودكشن يوز مود. كمان زي ما قلنا الباور ابس فيها مجموعة من الكونكتورز. الكونكتورز دي فيها كونكتورز كتير بتتكلم مع السيرفيسز او مع الخدمات من خلال الجوسون. مع يعني لو انا عندي مثلا كونكتور بيرجع لي الكونكتور ده جوسون، فاقدر اعمل بارس واجيب الانفورميشن، اعمل اكستراكت الانفورميشن لمعلومات معينه موجوده داخل الريتيرن فاليو او الجوسون اللي راجع لي من الكونكتور بتاعي ده. زي ما قلنا ان هي بترجع لي انتايبد اوبجكت، يعني غير محدد، بيشيل اي داتا ستراكشر له. لكن زي ما احنا عارفين ان في الباور ابس انا بتعامل مع داتا ستراكشر محدده، يعني بتعامل مع بوليان، بتعامل مع ديت تايب، بتعامل مع تكست تايب، بتعامل مع نمبر تايب. فالباور ابس مش بتتعامل مع الانتايبد اوبجكت. فعلشان اتعامل مع البارس جوسون فانكشن، فانا محتاجه احول الانتايبد اوبجكت اللي بترجعهولي البارس جوسون دي للفاليو اللي انا عاوزها. يعني فور اكزامبل انا لو في جزء من الجوسون بتاعي ده نوع تكست، زي هنا مثلا فور اكزامبل النيم ده نوع تكست، فانا محتاجه احول الانتايبد اوبجكت بتاع الجوسون بارس لتكست، يعني هقول له تكست اوف وادي له الريتيرن بتاع البارس جوسون. في نفس الحكايه لو هو نمبر، زي مثلا الايج ده بيكون نمبر، فمحتاجه اعمل له استخدم الفانكشن اللي اسمها فاليو علشان يحول لي الانتايبد اوبجكت بتاع البارس جوسون، يحوله لي لفاليو. لو انا مثلا هستخدم الديت، محتاجه الفانكشن اللي هي اسمها date value علشان يحول لي ال date اللي هي untyped date بتاع الجوسون ده، يحوله لي ل date value. البوليان علشان يحوله لي لبوليان. يعني كمان البارس جوسون دي، الجوسون اللي عندي ممكن يكون سيمبل، ممكن يكون مجرد تكست، ممكن يكون مجرد بوليان، مجرد ريكورد، ممكن يكون عندي تيبل او اريز اقدر الكلام ده اسيفه عندي واحفظه مثلا في كوليكشن، احفظه عندي في داتابيز، احطه في جاليري، اعرضه في كنترولز عندي. كل ده اقدر اعمله باستخدام البارس جوسون اللي اتاحت لي الفرصة ان انا اعمل بارسنج للجوسون ديتا، واقدر اقسمها عندي واعمل اكستراكت للانفورميشن الموجود داخل الجوسون واستفيد بيه داخل التطبيق بتاعي. ده تطبيق عند الباور ابس. عشان استخدم البارس جوسون لازم اجي هنا في السيتنج للتطبيق. هم غيروا الديزاين بتاع الاستوديو فوق زي ما انتم شايفين كده. في الابكومينج فيتشر في الاكسبيريمنتال ادور على البارس جوسون، ادي البارس جوسون، اعمل لها انيبل علشان اقدر استخدمها عندي داخل التطبيق. طيب انا لو جيت عملت انسيرت كده لليبل عادي
وجيت في التكست بوكس بتاعي هنا وهديله، مجرد هديله جسم كود كده عليه. انا عايزه اخد الجزء او الفيلد اللي اسمه نيم ده، عايزه اخد الفاليو بتاعته واحطه مثلا عندي في ليبل تاني باستخدام البارس جسم. يعني ده الليبل عندي، لو جيت فيه كده قلت له الفانكشن اللي اسمها بارس جسم، التكست اللي موجود عندي في الليبل ده اللي هو ليبل 3، جيت قلت له كده ليبل 3.txt دوت نيم علشان احدد البروبرتي اللي هي عندي اسمها نيم. مش هيظهر البروبرتي ده الا لما اران التطبيق عندي زي ما احنا شايفينه كده. طيب زي ما قلنا ان البارس جوسون عندي بترجع لي untyped object، والباور ابس عندي او الباور اف اكس بيتعامل معايا مع داتا تايب محدده. فعندي هنا النيم نوعه تكست، فلازم احول زي بعمل كاست كده، احول الفاليو اللي هي untyped object ده اللي بيشيل لي اي داتا ستراكشر، احوله عندي لتكست اللي هو النوع المقابل او النوع الفعلي اللي المفروض يكون له. يعني هنا فور اكزامبل هنا هقول له الفانكشن اللي اسمها تكست هتاخد ليا الكلام ده، فنشوف هيرجع لنا الفاليو بتاع هبه كمان. طيب لو جينا هنا في النيم قلنا فاليو تانية مثلا في الجسم ده، قلنا فور اكزامبل ادي الايج، الايتش عندي رقم وليكن مثلا 22. انا في الليبل هنكوبي بس كده، في الليبل ده عايزه اجيب الايتش، نفس الفانكشن دي بس هنا طبعا هغير الفيلد او البروبرتي اللي انا عايزه اجيبه واسميها ايج، بدل النيم هنا هخليها ايج. زي ما قلنا مش هيظهر قدامي هنا وانا بكتب، مش هيظهر البروبرتي، لكن وانس ان انا بعمل ران للتطبيق عندي هيظهر البروبرتي. في الحاله دي عندي لازم اعمل كاستنج الصح، انا هنا محولاه لتكست لكن هي الايج عندي نمبر، فاستخدم الفانكشن اللي اسمها فاليو فهيجيب لي الفاليو صح. طيب كمان مثلا البوليان، لو قلت مثلا اكتيف، الاكتيف دي اوكي ترو، نفس الكلام هاخد ده كده كوبي بس علشان نشوف الفاليو هتبقى ازاي. هنا دوت الاكتيف البروبرتي بتاعتي او الفيلد اللي انا عايز اجيبه، هنا هحوله لبوليان، اول ما حولته بوليان هجاب لي الفاليو الصحيحه. يعني هنا لو غيرت وكتبت فولس هيجيب لي الفاليو الصحيحه للبوليان. في كمان التايب اللي هو الديت، قلنا هنستخدم يعني في ديت مثلا زي ريليز ديت كده، هحوله ادي هنا هختار هنا الريليز ديت، اتاكد بس ان انا واخده الفيلد اسمه صح دوت. وهنا بقى مش بوليان هيبقى ديت فاليو، ادي ديت فاليو هيرجع لي الديت اللي موجود في الجسم. لو ده كده بالنسبه لي مثلا ادي الجسم ده، لو انا اخدته كده وبالنسبه لي عندي ده كده تيبل هكرره بس يبقى عندي اكتر من ريكورد. فور اكزامبل هنا هسميها مثلا ادي سمر، هخلي دي ترو اوكي، مثلا هخلي دي كده الارقام مختلفه شويه. جبت عندي تو ريكورد هحطهم بس ما بين العلامه بتاع الاري او التيبل ده علشان يعرف انه عندي ده تيبل. هنزل بقى دلوقتي ادي الجاليري بتاعتي، وفي الايتم عندي هديلها الجسم بارس، هديلها البارس جسم، والليبل ده اسمه ليبل 3 underscore
one ده dot text. كده اخدت ال كده اخدت التكست اللي موجود، بس الكلام ده زي ما قلنا ان تايب فاليو محتاجة احوله لتيبل، محتاجة احوله عندي لتيبل. ادي الكلام ده كده احوله لتيبل. هغير اللاي اوت بتاع الجاليري بتاعتي، هبتدي بس احدد هنا الايتيمز اللي هي بدل هي this item dot value هديله البروبرتي اللي انا عايز اظهرها هنا، يعني فور اكزامبل هنا dot name اكتبه صح. طبعا ما ننساش التحويل من ال untyped data، هنا النيم ده تكست فهنحول لتكست. هنا انا محتاجة مثلا ال age، لو كتبت ال age دي ال age بتاعتي زي ما قلنا محتاجة احولها ل number، ادي ال value احول كده ال number فهيعمل لي الكلام بتاعي صح اللي عايز احط. طيب كده حطيت ال value اللي موجودة عندي في التيبل دي او في الاري اللي انا شايفينها قدامي، حطيتها في جاليري. طيب انا عايزة مثلا اكولكت الديتا، انا جايلي ديتا من الجسون دي عايزة اعمل لها كولكت، وليكن مثلا هنزل ادي زرار كده هعمل لها لود للديتا دي، لود مثلا في كولكشن، هشتغل على الديتا اللي جاية من الجسون دي. لو انا جيت هنا في الانسلكت بروبرتي وقلت له الفانكشن بتاع الكوليكشن اللي هي clear collect، اديته اسم الكوليكشن بتاعي my collection مثلا، اديته ال source او الايتمز اللي هو هيجيبه اللي هي الجسم، هديله الايتمز او الحاجة اللي هياخدها، هعمل فور اول همشي على الحاجة اللي هيرجعها لي الجسم دي، زي ما قلنا هو هيرجع لي تيبل بارس جسم، اديله الجسم هياخد ايه القيمة اللي موجودة عندي في التكست بوكس اللي موجود في الليبل قدامي. ادي قفلت الجسم، ادي قفلت كده التيبل، هديله الفورمولا اللي هديله، هبتدي اباصي بقى الفاليو اللي موجوده في النيم مثلا في فيلد النيم، الايج في فيلد الايج وهكذا. هفتح ادي القوس بتاعي اللي هحط فيه الريكورد عندي، فور اكزامبل مثلا النيم عندي، النيم عندي هديله التكست اللي موجوده عندي، ادي الفاليو دوت النيم، فكده حطيت فيها النيم مثلا، ادي الايج هاخد ادي الكوست التحويلة بتاعتي للنمبر فاليو، الفاليو بتاعتي دي دوت الايج مثلا. عايزة عندي مثلا الديت اللي هو هنقول وليكن الفيلد هنسميه الريليز ديت، هيديني ايه الديت فاليو اوف مين اوف الفاليو دوت ريليز ديت. اوكي ادي كده هقفل الفيلدز بتاعتي، وبعدين ادي قفلنا الفور اول، وادي قفلنا الكوليكشن بتاعي. تعالوا نعمل ران كده، ادي لود للكوليكشن، هنشوفوا الكوليكشن بتاعي فيه ايه. فعلا حطيل الديتا في الكوليكشن. لو جينا كمان من هنا هم غيروا الديزاين بتاع الاستوديو، جيت هنا في الكوليكشن هلاقي ادي الكوليكشن بتاعي عمل لي كوليكشن، حطيلي فيه الديتا اللي انا جايبها عندي من الجسم، نفس الحكايه دي همشي عليها كده، بدل اللي انا هعمل
الفور لوب بتاعتي، عايزه احطها في الكوليكشن، عايزه اضيفها عندي في الداتابيز بتاعتي ايا كانت بقى، في الشيربوينت ليست، في الداتابيز هقدر استخدم الفور اول مع البارسنج للتيبل اللي جايبه لي الجسم بتاعي، سواء ايا كان الجسم ده راجع لي من كونكشن في البارتوميت في اي مكان، معايا الجسم، معايا الجسم بتاعي او الاوتبوت من الجسم، اقدر اعمله بارس باستخدام البارس جسم.